مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت طور الزومبي. بعد غياب طويل دام كثيرا وأنا ساحب على طور الزومبي، بعتذر منكم بجد بشكل جدا كبير لأنه صار لي زمان ساحب عن هالموضوع هذا وساحب عن طور الزومبي بس. ولكن أنا كنت على أساس وعدكم بالفيديو الماضي اللي قبله، قلت لكم راح أنزل لكم إن شاء الله الفيديو الجاي عن طور الزومبي لأنه كثير عم تحكوا لي إيش في الأخبار وشو آخر التطورات آخر إشي. وبالاضافه انا كان زورو دائما بنزل لكم بس ولكن زورو حاليا ما عم ينزل عنه فيديوهات، شو هي وضعه ما بعرف. ان شاء الله يرجع وندعي له بالصحه والعافيه، ندعي له ان شاء الله يرجع. هو كان دائما ينزل لكم اخر الاحداث واخر شغلات اخر اخبار السوق الاسبوعي ينزل لكم اياها زورو بس، ولكن بانه مو موجود انا رح انزل لكم هذا الاسبوع احكي لكم عن اخر الاخبار اللي نزلت من ضمن التحديثات والتسريبات اللي نزلت في تحديث 12 اللي هو خلاني ما اسجل الفيديو تبع امبارحه. عملته بعد ما خلصت التحديث وشفت ايش في مضمون فيه ونبشت لكم بالملفات وشغلات كثير فات معي. المهم بالبدايه رح احكي لكم عن السوق الاسبوعي، بعدين رح احكي لكم شو الشخصيات رح تجينا او اجتنا او موجوده بالمتجر الاسبوعي رح افرجيكم اياها، وبالاضافه رح افرجيكم شو هي المشاكل اللي طلعت خلال هذا التحديث. طبعا بهذا التحديث صارت المشاكل جدا كبيره وما عاد تنحكى بجمله او بسطر ممكن تتوضح وتنفهم، فرح افرجيكم اياها انا بالصوت والصوره ان شاء الله. وفي شيء ضخم جدا قادم لو تلعبين طور الزومبي، يعني ايبك جيمز ما ينسيانتنا مثل ما كل الناس مفكره. وهلا خلينا نبلش بعد الانترو، بس بين ما نطلع الانترو ممكن تعمل لي لايك وتعمل لي اشتراك خلال الانترو دي لاستكو. بعد ما عملت لنا لايك والاشتراك وشكرا لك لاني عملت لايك واشتراك لهذا الفيديو، هلا بلش نحكي لكم شو هي مضمون المجال الاسبوعي بالبدايه لانه في عندنا شغلات كثير رح تجينا بالمستقبل وما رح نحكي عنها. طبعا المجال الاسبوعي بهذا الاسبوع ما اجى فيه كثير شغلات مهمه، وكانت شغلات ما فيها اي شيء غير كل ما هنالك الفلكسات، حتى الخزينه شالوها وفي مشكله كمان عاملينها انه عندك كسره العاصفه مع يودا مارتين وشايلين الخزنات ما بعرف ليش. هذا غلط جدا فادح، يعني في هذا يعتبر خطا جدا فادح وجدا كبير، يعني حاطين كسره العاصفه ايش اسوي فيها وبالاضافه خزنات شايلينها. المهم خلال احداث اللي بلش فيه بسوزن من بدايته نزلوا شيء شخصيتين بنفسجيات اللي هن شخصيتين اللي هن بذيل قطني والمهاجم الارنوب جويسن، وبالاضافه نزلوا لنا الارنوبه بين بيني. وعن الشخصيات الموجوده هذول الثلاثه انا راح اجربهم وراح اطورهم واجهزهم واشوفهم اذا فيهم شيء يعني مثل ما نقول يجذب الانتباه وشيء ممكن نستفيد منه بالمستقبل راح انزل لكم عنها احكي لكم عنها واقول لكم طوروها وفي هنا كثير مميزات راح نستفيد منها كذا وكذا وكذا. لان اللعب انا مثلي مثلكم ما راح اخذها من جانب بس من طرف واحد، راح اخذها باللعب شلون اداها باللعب وراح اجربها. اذا عجبتني وفادتني راح اخبركم عن هذا الموضوع. كان هذا المضمون للسوق الاسبوعي هذا الاسبوع تقريبا. هلا بنروح شو هي الاخبار شو راح يجي او شو هي الشغلات اللي اجتنا او راح، وهلا بنروح على الاحداث اللي صايره. في عندنا حدث القراصنه وفي عندنا حدث الضخم. قبل ما نروح على الحدث الضخم نزلنا لمات القراصنه، طبعا عندي هلا 8000 انا راح افتح فيها هي اللمات الموجوده ونشوف شو مضمونه معناه وشو مكرر واخذه انا كلياته بس، ولكن راح افرجيكم شو المضمون عشان تعرفوا شو المستقبلا ايش حيكون موجود عندكم. وراح افرجيكم المتجر بكتاب المجموعات ايش النشرات راح تجيكم بتروح كتاب المجموعات. طبعا لامة القراصنة حسب ما اتوقع المضمون فيها راح يكون بتروح كتاب المجموعات بتروح مخطط الاحداث بعدين بتروح على الاسلحة ستيم بانك. ستيم بانك طبعا راح تجينا هي الشغلات الموجودة هون، طبعا كلياتها انا شيء محصله وحطه بالكولكشن بوك ولكن ما عندي شيء اضافي لانه فراح افتحهم واضيفهم لضمن المجموعة اللي عندي. طبعا هي موجودة عندي بس راح اتركهم بالمخططات ما راح اكسرهم اعملهم اي شيء. وهلا بنروح لاهم شيء اللي هو موجود عندنا الحدث اللي اجى واللي هو حدث الضخم. طبعا اذا بدكم انزل لكم شو تفاصيل مهماته وشو كلياتها اكتبوا لي تحت بالتعليقات، تمام؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات انزل لكم تفاصيل حدث الضخم وليش ما اجانا حدث جديد. هلا رح نحكي عنه بس طولوا بالكم. طبعا هون حدث الضخم في عندنا شخصيتين مثلك رح يجونا فيهم من ضمن الاحداث، يعني تبعت ما خلصت التحديات المطلوبه منك كلياتها وش رح يعطوك خيروك بين ثلاث اسلحه، رح يعطوك ثلاث اسلحه وتختار. طبعا حسب ما شفت الناس افضل شيء عم تختار عم بتقلي اختار الاس ام جي لانه هو اس ام جي كثير قديم وقوي يعني، فبنصحكم انكم تستخدموا الاس ام جي وتاخذوه مع انه انا كلياتهم عندي ونحطهم بالكولكشن بوك ما بهموني. فاذا بدكم تختاروا اختاروا الاس ام جي بين ثلاث شخص بين ثلاث اسلحه. وبالاضافه للشخصيات راح اترك لكم اياها ونحكي عنها انا شخصيا من الشخصيات هذول الاربعه راح يضلوا معنا بالاخير اي وحده تختاروها بشكل افضل واللي هي تكون افضل راح احط لكم عليها بفيديو. اذا بدكم تحبوا انزل لكم عن تحدي او اشرح لكم تحدي الضخم كلياته بفيديو منفصل تكتبوا لي تحت بالتعليقات. هلا خلصنا من هذا الموضوع، هلا بنروح للموضوع الاخير يلي هو شاغل بال الجميع، ليش احداث ما في فورتنايت بطور الزومبي؟ هلا انه نحن عم ندفع مصاري واخذنا الحصه الاكبر اللي نحن عم نلعبه بناخذ مقابله في بوكس
ولا لانه في شيء ثاني. طبعا من الفي بوكس هلا احكي لكم معلومه جدا مهمه انا انتبهتها من اللاعبين اللي بيلعبوا طور الزومبي. بس لطور الزومبي فهنا ما يلعبوا باتل رويال، واللي يلعبوا باتل رويال اساسا ما له من طور الزومبي، وباركين حتى انهم بطلوا فتره من فتره ماضيه، يعني خلال الفتره الماضيه القصيره بطل يدخل على اللعبه كلعبه. اقول لك في بوكس ما عاد بدنا اساسا شخصيات عم تنزل مهر كثير مهمه، يعني كثير سبيشال، حتى واحد يقول له اه روح العب في بوكس واجمع في بوكس واجيبه. فهي نقطه جدا مهمه، فلازم يشتغلوا اكثر على الاحداث، وراح نحكي لكم ليش ما عم يسووا احداث. وش نرجع لشخصيات الضخم اللي حكينا عليها بالحدث الضخم. شخصيات طبعا اخذينها بالمره، في منا اخذينها في منا ما اخذينها، المهم او في منكم حصلها او منكم ما محصلها، المهم راح تنزل معنا اسمه كريبر، راح تكون ميزته هي تسوي ضرر لمده ضرر 13 لمده 3 ثواني، وضرر 26 اذا كان هو اساسي. والنينجا كمان نفس الشيء، راح ينجي اسمه النجم المتخفي. هذا حصلته انا مشتريه، يمكن اشتريته من متجر العناصر نزل وقتها بالمتجر اشتريته. هو راح يكون عنده مثل تعمل مهمات، طبعا هتكون ميزته هي اسمها قوس النجوم، تاخذ نجمه زياده بس تزته مثل اي نينجا يزت نجوم. وبالاضافه راح يكون عنده ميزه فريق اللي اسمها رحله الذهاب واياب، هي ان زت النجمه بترد ترجع لعنده وريدي زتها مره ثانيه. انا هيك فهمت ميزه الفريق، بس ولك حسب ما شفت الناس مجربته قالت انه ما كثير مهم، يعني امر عادي جدا، لاني انا حطه بالكولكشن بوك فما عم بستخدمه. المهم وراح يجينا ان شاء الله ب 25 18 ابريل، يعني بعد بكره، مو بكره بعد بكره 18 ابريل راح ينزل معنا هذا القذف الار بي جي اللي هو بيرمي 6 بيضات، والست بيضات راح تنتشر وتضل موجوده نشطه، ومجرد ما قرب المومياء او قرب الزومبي راح تنفجر عليه وتقتله. طبعا هاي السلاح لسه ما نزل، بس نزل راح اجرب لكم اياه ونزل لكم عنه. اذا كان فيه شيء كمان مثل ما قلت لكم شيء مهم راح نزل لكم عنه، ما شيء مهم خلاص راح اشتري وجربه. اسحب اسحب اسحب، المهم تلك على الموضوع. المهم بنروح على اخر شيء، راح يكون في عندنا تحديث اللي هو 12/4/41. تحديث 12/41 راح يزيد في 25 باربيل ان شاء الله، يعني بعد اسبوع تقريبا، اسبوع يومين راح ينزل في تحديث، راح يكون في تحديث اسمه 12/41. طبعا هذا التحديث راح ينزل معنا تقفز الارنوبة المشاكسة لونا الى المعركة، راح تشاركنا شخصية جديدة. طبعا مثل ما تكون شايفين انتم طلعت قدامكم على الشاشة هاي الشخصية راح تنزل، وراح يكونها من ضمن ميزاتها او ميزة الفريق تبعها او ميزة الاساسية تبعتها 162 ضرر اساسي للاعداء المجاورين، يعني ممكن انها تعطي للاعداء المجاورين ضرر هي واقفة بس ما بعرف شو الموضوع. المهم هاي كلياتها موجودة ضمن الاحداث راح تجي. طيب هلا بنجي ليش ايبك جيمز، طبعا هاي الشخصيات راح تجينا ان شاء الله بالمستقبل كلياتها، حاليا لحد ال 25 ابريل ما في عندنا اي شيء. طبعا الشخصيه اللي قلت لكم عليها لونا راح تنزل في متجر الاحداث، ما راح تنزل في المتجر الاسبوعي. وحتى القاذف الار بي جي راح ينزل، راح ينزل كمان متجر الاحداث، يعني راح يكون بشكل مستمر، يعني دائما موجود معنا من هون نهايه السوزن. فلازم نبلش من هلا نحن نجمع ذهب حتى بس نزل السلاح فورا نشتريه بشكل مباشر هو الشخصيه ان شاء الله. طبعا ايش هي الاصلاح الاخطاء اللي صلحوها ايبك جيمز خلال 12/40، رح نحكي عنها، رح نحكي شو الاخطاء اللي طلعت بعد التحديث. طبعا اول شيء الاخطاء لم تعد ميزه انفجار بندقيه تكون نوتو نوت تلحق ضرر اكثر من المفترض، يعني كانت اول تعطي ضرر اكثر، فهنا حلوا المشكله انك تضعفوها. ما بعرف ليش عم ضعفوها، بضعفوا ايش قصتكم مع التضعيف؟ ايش بتكون يانا ما نلعب نضل حارب الزومبي بالاخير نفشل ونطلع. الأغراض البيئية التي تتذمر في درع العاصفة لديك لن تعيد الظهور بعد الآن. أفهمت؟ ما بعرف جوز حصل معه. رحنا نحكي عن أهم شيء موجود في هذا الحدث اللي حكوا عنه. طبعاً هن حكوا ليش هذا السوزن رجع تحدي الضخم ورجعونا تحدي اللي هو الزنازين. ليش رجعونا إياه ما نزلنا حدث جديد مثل اللي عم بصير هلا مثل ما كنتوا شايفين أنتوا بطبات الرويال. في حدث جدا مهم واحداث بلشت مثل ما تحمل معركه الاحداث. طبعا هذا الاشي يدعيكم انكم تستنوا ليوم، مو بكره لان بكره عندنا فيديو يوم الجمعه، يوم السبت ان شاء الله راح ننزل لكم فيديو اسمه تسريبات وتحليلات وشي هي المشغلات المتوقعه راح تصير بباتل رويال، راح احكيها بشكل منفصل ان شاء الله، احكي لكم عنها بفيديو يوم السبت. طبعا هلا نحن عم نسال ليش ما في احداث مثل الباتل رويال. طبعا الاحداث قالوه طبعا مثل ما هن كاتبين، ما بعرف، قال بسبب الوباء الموجود حول العالم في سلامة أعضاء الفريق بسبب تسجيل الأصوات وتحديث، يعني إنه مو في أصوات، أنت تعرف وقت تصير حدث قبل شوي يحكوا الأصوات وكذا، فبسبب هدول سلامتهم وتسجيل الأصوات تبعتهم، فلذلك نحن ما راح نعمل حدث
مشان نحفظ على سلامتهم. وبالإضافة طبعاً عم بيحكوا في ملحوظة مهمة جداً، أغلفة سلحة الشجر الغلاف ما عم بيشتغل عليها، بس ولكن قالوا حسب ما كاتبين نحن وقفنا تحديث ونشتغل على موضوع إنه نصلح لكم هاي المشكلة، إنه الغلاف صورة الغلاف يطلع على الأسلحة الشجر حالياً لأجل غير مسمى، يعني إمتى رح نصلحها مش عارفين. ليش؟ لأنه نحن حالياً في صدد إنتاج في صدد تقديم خاصية جديدة ضخمة، شو هي ما بعرف. طبعا هم خلال احداثها كلها نحكي انا طبعا بحثت عن الموضوع، بحثت عن مواضيع الملفات اللعبة الموجودة فيها، ورحت دورت في موقع مختص ينزل اشي في شغلات من اللعبة من الالف الى الياء، يعني بنزلك اهم اشي اللي هو مثل بدك تقولوا كليديا فورتنايت تور الزومبي، هيك بتعتبر فيه بيحكي لك عن كل التفاصيل. طبعا سابقا انا حكيت لكم انه في عالم سادس كان موجود، وكان في موارد موجودة من النجم ست نجوم، وكلكم اغلبكم عنده موارد من ست نجوم، او في بعض الناس عندها موارد من ست نجوم هي تجي مثل الصميم بس ولكن اكبر شوي ولونها شوي بتجيب بنفسجي. المهم شايلين هاي المعلومات كلها حاسفين كلها، من الواضح انه ما ضل في عالم او ما في مستوى سادس رح نوصل له، شي الاسباب ما بعرف. المهم عالم سادس ما في، هاي اهم شي، بس ولكن في خاصية جاية مستقبلا وضخمة، شيء تفاصيلها ما بعرف، بس ولكن رح تيجي هاي التفاصيل ورح اشوفها ان شاء الله قريبا. طبعا خلال التسريبات الامبارحة اللي نزلت، اللي طبعا انتم امبارحة اكيد متابعين اخر الاخبار واخر الاحداث الشيء اللي صار وشي التسريبات اللي نزلت، طبعا انتم ما شايفين هاي الصورة طلعت قدامكم على الشاشة، هاي التسريبات اللي طلعت امبارحة من ضمن الملفات. طبعا هاي بتذكرنا بحدث فندق الظلال، فندق الظلام طبعا هي موجوده، هي ميكس الكهرباء، اتوقع انه راح يعيدوا الحدث او في قصه راح تكون تتبع لقصه فندق الظلام، ما بعرف. المهم هاي الموجوده بس خلال تحديث الملفات امبارح اللي صارت، هذا الشيء الموجود بس. وفي حسب ما حكوا كان في كتير ملفات موجوده قاموا بحذفها من عدم تطويرها، حذفوها خالص، شالوها بشكل نهائي، نسفوها من الاساس، شالوها بسبب انه عم بيشتغلوا على شيء جديد، ايش هو ما بنعرف. فمثل ما كنتم شايفين في اشي جدا مهم شفتوه في الصورة بالثمنين رح تشوفوها طلع قدامكم على الشاشة، هي انه الاوتولاند السيرفايفر والصامدين وبالاضافة الديفندر المدافعين كلهم رح تلاقيهم بصف واحد عم بيلعبوا. بس انتبهت على اخر شخصية موجودة بالصورة هو زومبي واقف من طرهون، ايش السبب ما بعرف، اتوقع هذا رح يكون احداث مستقبلية حتصير ان شاء الله. طبعا انا رح نحكي عن اهم المشاكل الموجوده اللي صارت معنا بعد التحديث، بعد ما صار التحديث، طبعا بعد ما صار التحديث حكينا انه حلوا المشاكل، رح نحكي لكم شو هي المشاكل اللي طلعت معنا بعد التحديث. طبعا امبارح انا كنت عم بلعب مهمه مع اصدقائي مهمه الريفيو بوك، المهم شو هي المشاكل اللي صارت معنا. المشكله الاولى انه انا رحت زرت في مكان مطلوب مني انه لازم ازور اربع مقاوي او اكتشاف مقاوي تبع السرفايفر وتكون متخبي في بيت، فانت لازم تروح تزوره، هي مهمة يومية موجودة اربع منها لازم تروح انت تزور. ففي مكان صديقي راح قبلي ودخل زاره حسبوا لي، انا دخلت ما حسبوا لي، هي مشكلة اولى. طبعا في كمان مشكلة تانية كان، والمشكلة الاكبر هي مو هون، يعني هي المشكلة عادية، يعني مشان جوز ان عاملينها مشان يخلوا الناس تلعب مهمات اكثر وتضل موجودة بالسيرفرات اكثر، ممكن هذا الاشي. بس ولكن المشكلة التانية راح تشوفوها بعد ما اجي علينا الميني بوس، كانت مهمة منطاد بورا 52 كانت مهمة كتير ايزي. بعد ما اجى الميني بوس انا باور 130، صديقي باور 122، صديقي الثالث كان باور تقريبا 110، يعني ثلاثه باوراتنا عاليه، يعني دبل باور الزومبي، باوره كان 52 اللي هو ميني بوس اجى هجم علينا. طبعا بعد ما اللي صار بعد ما اجى لعنا دمجنا كلياتنا وقتلناه وطب ودمه صفر مثل ما شايفين وانتم على الفيديو قدامكم، صار دمه صفر. بعد ما صار دمه صفر ما شفنا غير رجع وقفنا اول وجديد ورجع صار يهاجمنا ودمه فل ورجع سرقتنا. طبعا هون راح يطرح سؤال تساؤل جدا مهم، اذا كنا نحن عم نلعب على المهمه بورا 140 واجى علينا واحد مثل هذا وبلش يهاجم علينا، شو نحن نقدر نصده؟ طبعا نحن بورنا كان بورنا عالي، تخيل لو كانوا عم يلعبوا شخص بورهم 52 او بورهم مثلا 50 مثلا نفرض، وكان عم يلعبوا ودخلوا بهاي المهمه، كيف راح ممكن يقدروا يقتلوا او ممكن شو راح ممكن يخرب لهم اللعبه؟ فهذا الاشي جدا مهم، فلازم نحط في راسنا هاي المشاكل الموجوده مشان صارت معكم ما تتفاجئوا جدا، وان شاء الله حلوها بالتحديث رح يجي 12/41 قريبا. طبعا انا هاي المشكله كنت بالعاده دائما اشاركها لابيك جيمز، بس ولكن المشكله بدها تصوير وفيديو فحبيت اشاركها بهي الفيديو، واذا تحبوا تجتازوا منه قسم تبعتوا لابيك جيمز كنا مشكورين لكم اصدقائي المتابعين. طبعا كمان اهم المشكله كمان الموجوده معنا انه هي ما كان في في بوكس، ما بنلزم هم في بوكس، طبعا هي كمان مشكله جدا كبيره، ما نحن جايين عم نلعب كمان في بوكس، وين في بوكس
ليش 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 يا بكيمز ليش نزلينا كل يوم وهم اب 27 احسن ما بتنزلوا يوم واحد بتطرحون ال 250 في بوكس. نزلوا كل يوم 25 50 30 35 40 كل يوم هم واحدة والله كنا ممنونين ونضل ندخل بشكل مستمر على فورتنايت يعني نضل ندخل على طول الزومبي نضل نلعب لان بتصدف انا ايام ما عم ندل او ما عم ندخل او ما يكون مزاج ندخل نلعب اي مهمة او اذا دخلنا بندخل على مهمات كتير سهلة يعني انا بور 130 بروح ادخل على مهمة بور 20 30 بس مشان اخلص المهمات هيك او مثلا مهمات اليومية بس لو انه كنت نزل بشكل يومي مهمات مستمرة ما بضل نطيح حتى لو انه كانت موارة 25 او مهمة كانت في بوكس تبعها 25 30 35 40 لا بس اتس اوكي بس يعني بضلوا ينزلوا بشكل يومي ما انه ينزلوا كلهم بيوم واحد وبعدين بيروحوا فرد اطعم. طبعا كلهم وصلنا لنهايه الفيديو انا ما راح افتح لمات لانه صار الفيديو كتير طويل راح اترك لكم افتح لمات ان شاء الله راح اترك لكم فيديو مفصل راح انزل عنه وافرجيكم شو هي مضمون اللمات كلياتها واشكركم لحسن المتابعه وشكرا لكم وصلتوا لهي الثانيه وشكرا لاستخدامكم لكود ال 70 طبعا استخدم على الدواء كود ال 70 طبعا هذا الشيء بدعمني كثير بحفزني اكثر يعني انا بصراحه انا بشوف الفيديوهات عليها فيوز مو كثير عالي بس ولكن بشعر بالفخر انه في ناس عم بتتابعني هي اولا واثنين بحس الدعم الاكبر لما بشوف في ناس فعلا بتستخدم الكود ال 70 هو ممكن فك اي شيء مو بالضروره حتى انك تشتري وفي اغلب الناس اللي عم بيتابعوا مثلا الموجودين عندهم ما عندهم طور الزومبي فما عندهم في بوكس يشتروا بس ولكني اشوف رقم موجود انه عم يطلع هذا الرقم انه في ناس عم تدعمني لو ما عم تشتري في بوكس فانا اشكركم من كل قلبي لانكم عم تدعموني على هذا الاشي وبس حبيت اشارككم بهي المواضيع وبكون وصلنا لنهايه الفيديو ومثل ما وصلتكم قبل من لايك والاشتراك وهلا بامكانك تشارك هذا الفيديو لاصدقائك عندهم طول الزومبي بتقول لهم تعالوا اسمعوا اخر اخبار واخر التسريبات وخلي تناقشوا بعد ما تخلصوا هذا الفيديو تناقشوا شو شفتوا بهذا الفيديو شو هي الافكار اللي عجبتكم وشو هي الافكار ما عجبتكم وشو هي توقعاتكم عن المستقبل ممكن تكتبوها كلياتها وتشاركوا تعليقاتكم تحت ممكن تشاركونا تحت وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.